دابا اخوتي دابا انا نهار العيد مع ما كنا كنش الكبده قلت لبابا يعطيني طريف ديال اللحم خنخرج نشويه ياك من بغيت نشويه قلبته بحال قلبت شويه وانا نقول وعيط عليا احمد ود زبال عيط عليا وقول لي زيد زيد قلت لي مالك وقول لي اسمح لي على داك المشكل وداك قلت لي ماشي مشكل العيد دابا وقول لي ويقول لي زيد زيد اسمعي هاد الحولي قلت لي صافي ماشي مشكل تميت غادي ونتلاقى مع عمو في راس الدريبه في البيت غادي يدخلونا تلاقينا مع عمو ويتقول لنا هزز معاه الله يرضى عليك هاد الحولي تميت غادي هو ما كاين لا حولي لا والو تميت غادي مع اللي مبيه ياك ويزيد ويجي لقيت محسن وحماده محسن ومهدي داخل في البيت ياك ويجبد عليه ويجبد امهم ويجبد عليا محسن الجنويه وحط لي لهنا على قرجوتي ويضربني لهنايا هاي باقا الهرده اللي انا مصوره ياك وقول لي شكون اللي اغتصب خويا انت ولا ادم بديت كي نغوت قلت له والله خويا ما عارف شي حاجه بديت كي نغوت وقول لي شكون اللي اغتصب وانا ندخل دخلني البيت لقيت مسكين ادم تكي بحال هكا وشاد بارك يبكي ويدخلني ويقول لي عندي لكم فيديو وقولوا انتوما اللي اغتصبتوا خويا قلت لي وبدينا كنبكي ويقول لي قولوا وصاف ومن بدينا قلنا لي صافا غادي نقول جبت علينا جنون قلنا لي صافا غادي نقولو ويقول لينا ويقول خذي الفيديو وخو المهدو ويقول لي لا حشومه هادشي الدراري وقال ما دايرين ما والو ويجي يعطي محسن بصليا الوجه قال لي دير بدا كيدي ومن بدا كيقول لي سول فين قال له تشتاصبتو قلنا لي لا والله ما كنقولوا لي لا والله ما كي جبت علينا جنون نقول لي صافي اغتصبنا درنا ويقول لنا في الاخر ويقول لنا شي دابا قال لنا شي دابا تعادلوا قال لي شي دابا تعادلوا تو ادم غادي يطيحوا وخويا غادي يطلع من فوق منكم دينا كنبكاو داك الشيء وقال لي وهبطنا لتحت وخويا يطلع من فوق السروال وطلع فوق منا ياك ومن بغينا خرجنا على البيت ويقول لنا شتوما دابا شتوما دابا واش تخرجوا غتبوسوا حاط لنا حوايجو ويقول لنا بوسوا لي عاد خرجوا قلنا بدينا كنبكيو داك ويطلع سطح ما عرفش باغي يجيب وخو حماده ياك وجابت مو واحد الهوفر جابت مو خدمو لينا قال لنا باش نزكه ويقول لنا ملي دخلنا البيت ونسيت ما قلت هذه ويدخل لينا ويقول ويحط الجنويه بحال هكا قال لنا ما سكتوش نبرك عليكم هاد الجنويه بحال هكا ملي خرجنا واحد سروال وقال يبوسوا لي عاد خرجوا بدينا كنبكيو ويطلع السطح الفوق طلع السطح الفوق وخو ياك ويتقول لي وطلع ما عرفتش باغي يجيب شي عصا ولا ما عرفتش ويخرجنا خو خرجنا حنا تمينا غاديين ويخرجنا ويقول لنا عدكم زغبكم الله كنا جبنا خواتاتكم واغتصبناهم وقردناهم ولحنا في الكاميو مع بابا في الزبل ياك وصافي وجينا للدار بحال هكا قال لنا لا قلتوا لمواتكم غادي نشدوكم ونديكم الصحراء ونتكرفسوا عليكم من المزيان صافي قلنا له لا ما نقولوا هذاك الشيء جينا للدار هذا مشى للدار عنده حتى انا مشيت للدار بركنا ياك بارك ناكل هذاك بغيت ما قديتش كاع ناكل العيد والله ما ذقتو ويقول لي ماما تمالك تلاقيت ضارب انا وادم قالت لي فين دار نقول راه ضربني كلوتي وادم كان جا من الدار وبرك حدايا برك حدا الباب يخرج عند ماما وتقول لي ماما مالك ما مع فؤاد تم ضارب مع فؤاد وجي لهنايا بغات قالت لي منو داركم وقول لها صافا ويقول لها ادم صافا خالتي سمحي لي صافا الغفور راح صافا ونن بحال ماما مشات بغات العروبيه ننشد من خوينا نقول خويا سمحم حدا راسك راه محسن وكاينك
ويجي عند ماما ويقول ماما ما مشيتش العروبي شات فوق هذا المشكل. قالت لي ما، وقال راه خويا. قال لي حذي راسك وداك الشيء، حذي راسك شنجي من العروبيه. جيت عند ماما وتقول لي لما قلتيش لي غادي نطقت لها. بديت نقول واه ماما اش غادي نقول لك، واه ماما اش غادي نقول لك. قالت لي قول لي. قلت له انا نقول له دار زبال تكرفسوا عليا وداروا لي داك الشيء. مشات عندهم بغات تبرى منهم، دارت الشعيبي دقات على الشعيبي قالت له واش الشعيبي يشوف وتهز عليه ويتهز على الشعيبي جنويزه تما وتقولها جيت يا بنت الكلبه ايش بغات تدير، بغات تدير الخبا بغات بدي ما تعاودي ياك. ويخرج محسن ضرب لهنايا، راه باقا في هاد لاطرا ضرب لهنايا بي طفارها. وجا حماده ويضرب برجلو تتكرك بيت وما عرفتش شنو بدا. مات ولا الوليدات حنت حاملت ما عرفتش مات ولا ما عرفتش ياك. وسميتو ومشينا للكوميساريه وهذاك الشيء. ومشينا صوبنا مشينا في الصباح مشينا تصورت وداك الشيء وصابت السرتيفيكه وصابت كل شيء. ومن مشات هي السبيطار ما بغاوش يصيبوا لها السرتيفيكه. قالوا لا ولدك ما 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 داير لي والو ما.